رفع المقاسات وتحديد الشرب أو السقوط المناسب للسقف المستعار بالطرق والأدوات المختلفة مثل خرطوم المياه أو الليزر وخيط العلام. تثبيت زوايا السقف على الخطوط المتقابلة والمتساوية على جوانب الحائط. تحديد أماكن أدوات التعليق وتثبيتها. تجهيز القطاع الرئيسي الهلوي C38 وتثبيته في أدوات التعليق. تحديد أماكن تثبيت العود الثانوي السفلي أو الأوميجا وربطه بالقطاع الرئيسي العلوي C38 بالمسامير. تجهيز الألواح قبل تثبيتها في الأوميجا لتركيبها بطريقة السابق واللاحق ومعالجة حوافها الغير مستدقة، وذلك بعمل متيت يدوي لها لمعالجة الفواصل بينها بعد التثبيت. تجهيز المعجون عن طريق خلطه بالمياه لعمل معجون ناعم ومتجانس. تنظيف الفراغات وسطح اللوح من الأتربة قبل بدء عملية معالجة الفواصل. معالجة الفواصل بالمعجون. وشريط المعجون الرابط بين الألواح. بوضع سكينة أولى رابطة وطرقها لمدة ساعتين، ثم سكينة ثانية عريضة وطرقها لمدة 24 ساعة مع معجنة المسامير التي تربط الألواح بالهيكل المعدني.